اهلا بكم من جديد مشاهدينا، ونكمل كلامنا وفقرتنا الثانيه. في البدايه برحب بضيوفي الكبار، الاستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي الكبير بيا الاخبار. مساء الخير يا فندم، ونورنا دايما كده، تنورنا في قناه الاهلي. ربنا يخليك، وبستمتع بيكوا دايما ان شاء الله. ربنا يخليك يا فندم. ايضا الاستاذ زغلول صيام، طبعا رئيس قسم رياضي بجريده فيتو. مساء الخير يا فندم، ونورنا النهارده يا فندم. اهلا بيك، واهلا بالاستاذ جمال، واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. النهارده هنتكلم في مواضيع كتيره، مواضيع مهمه، ولكن اولها في امر مهم جدا. اللجنه الاولمبيه بترفض قرار حكم محكمه اعضاء زايد، اعضاء جمعيه عموميه في زايد، فرع زايد للنادي الاهلي. طلع قرار من اللجنه الاولمبيه بان هم مش هينفع يدلوا باصواتهم في الانتخابات المقبله. خلاص النادي الاهلي فتح الانتخابات، وكل الجرائد القوميه لو حضراتكم تابعتوها اليوم خلاص اعلان موعد الانتخابات في اخر نوفمبر المقبل. استاذ جمال، في اعضاء جمعيه عموميه خدوا حكم محكمه. حكم محكمه بموجب او نطق منطوق الحكم ان هم لهم الحق في ادلاء اصواتهم بانتخابات النادي الاهلي. تمام. واللجنه الاولمبيه رفضت هذا الامر. حضرتك شايف الموضوع ده ازاي، خاصه ان قرار الحكم المحكمه كان قبل قانون الرياضه الجديد ما يوضع، واعتقد ان القانون لا يجب ما قبل. تمام. يجب ما بعد. هو اللي انا عايز اعرفه، ايه المانع انه طالما انا قبلت كاداره نادي او كنادي الاهلي او اي نادي اخر، طالما انا قابلت اعضاء في الجمعيه العموميه، انه يبقى لهم الحقوق اللي بينص عليها القانون؟ يعني هو في عضو نادي بيبقى مش من حقه الانتخاب؟ يعني حصلت دي؟ يعني ايه عضو مستمع مثلا؟ ما يعني قضيه، انا شايف انه القانون هو اللي بينظم، سواء بقى صدر القانون ما صدرش، لكن القانون الرياضه الجديد لو الحجه ان هذا الحكم قبل صدور قانون الرياضه الجديد، فمن السهل جدا جدا في حاجه اسمها لجنه الفتوى والتشريع يتاخد رايها وتقول رايها في هذا الامر. بس انا من وجهه نظري الشخصيه، طالما ان هناك حكم قضائي لابد من احترامه والنظر فيه بعين الاعتبار. يعني ما ينفعش يطلع حكم قضائي وبعدين انا غير القانون فارمي الحكم، لا، لازم يبقى في نظرة يعني عقلانية من اللجنة الأولمبية، لأن في النهاية احنا عاوزين الانتخابات في كل الأندية تتم بالشكل اللي هو يفيد مصلحة الرياضة المصرية في النهاية. نعم. ومصلحة الأندية. فأرجو أن اللجنة الأولمبية، مهندس هشام حطب وأعضاء اللجنة والإدارة القانونية اللي هناك، يعني ينظروا في هذا الحكم بما فيه المصلحة، مش مسألة عند انه لا، يعني لا لا، لازم يبقى في نوع من انواع الحرص على المصلحة العامة. استاذ زغلول، انا كعضو جمعية عمومية ومسدد اشتراكي وعامل كل مستوفي كل الشروط اللي بناء عليها تم التعاقد ما بيني وما بين المنشأة اللي هي النادي، هل انا كعضو جمعية عمومية اذهب في حالة التحكيم للجنة الاولمبية وفتوى التشريع، ولا بذهب للقضاء؟ يعني انا دلوقتي اللي بيذهب للجنه الاولمبيه اعضاء مجلس الاداره، عضو جمعيه عموميه من الطبيعي انه هيذهب للقضاء؟ لا، هو في القانون الجديد، انا بس عايز قبل ما اتكلم على القانون واتكلم على الجزئيه دي، انا عايز يعني في نقطه لابد ان انا شايف. اتفضل فندم. شايف ان اللجنه الاولمبيه الطرف غير محايد في 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 في, في موضوع النادي الاهلي على وجه الخصوص. انا شايف من البدايه ان شايف ان انت عندك رفضت اعتماد الجمعيه العموميه على يومين في الوقت، وقلت ان حجتك ان القانون وان هي يوم واحد والسفسطه القانونيه اللي حصلت، واكدوا والاهلي التزم وهيفتح باب الترشيح على اساس ان ما في انديه اخرى للانتخابات بتاعتها على يومين. هتقول لي اصل هو الجمعيه العموميه اختارت ان هي تبقى على يومين، طب ما هي هتعارض القانون، ما انت ما عندكش حاجه تقول ان هي كذا. يعني انا شايف ان هي طرف غير محايد. انت شايف ان في داخل اللجنه الاولمبيه فندم خيار وفقوس في حته التوافق؟ يعني ان النادي الاهلي كان في تعنت، وفي بعض الانديه الثانيه كانت الموضوع اعتقد ان الناس عارفه كده، والناس حاسه بان هي طرف غير محايد في القصه دي. شايف ان هم غير محايدين في موضوع النادي الاهلي على وجه الخصوص، لاسباب هم بيعلموها او هم عارفين الاسباب بتاعتهم. شايف ان في تعنت واضح
في فيما يخص الشيخ زايد، يعني فيما يخص عضويه الشيخ زايد، انت بتقول ان عضو الشيخ زايد مالوش حق التصويت. ليه مالوش حق التصويت؟ يعني انت السند القانوني مكانك. ارجع تاني لحضرتك كنت تتكلم فيه وتقول بالنسبه للجوء للقانون يلجا للقضاء العادي ولا القضاء الاداري ولا يلجا لا انا طالما في قانون اعتقد ان البلبله وهذا الموضوع مش هيتضح معالمه، لان في لغط كتير في القانون نفسه، وتم لاسباب يمكن انا ذكرتها وسردت على مآخذ على القانون الجديد. في دلوقتي لازم تلجا لمحكمه التسويات الرياضيه اللي بدات فعلا تحط ايديها داخل اللجنه الاولمبيه، ودي ان شاء الله لما تاخد الاستمراريه وتاخد الاستقلاليه بتاعتها وهتبقى محايده جدا هتقدر ترد الحق لاصحابه، سواء طرف مثلا عضو جمعيه عموميه لازم يلجا ليها، هتدي له حقه من سواء النادي هو اللي بيغمط حقه او اللجنه الاولمبيه اللي بتغمط. فيما هو في القادم يا فندم. لكن فيما سبق انا بتكلم دلوقتي ان انا فيما سبق انت برضك ليك الحريه ان انت كعضو جمعيه عموميه يروح يرفع قضيه في محكمه المحكمه الرياضيه اللي هي موجوده في اللجنه الاولمبيه دي، في ساده في مستشارين محترمين جدا. ما كانتش موجوده يا فندم. يعني ما عارف انت دلوقتي انت دلوقتي على القرار اللي طلع مؤخرا. نعم. انت عندك حكم قبل كده وصادر وفي قرار صادر من اللجنه الاولمبيه، القرار ده زي اي قرار يصيبه العوار ويصيبه ان هو غير صحيح ويصيبه ما يصيب اي قرار عادي بيتخذه فرد سواء كان مستشار قانوني او لجنه اولمبيه. انت عندك الوسائل ان انت تتظلم القرار، اول حاجه تاخد الاجراءات بتاعتك تتظلم القرار، تاني حاجه ترفع في 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 المحكمه التسويات الرياضيه اعضاء النادي، ممكن اداره النادي هي اللي تاخد البادره، وممكن اعضاء النادي هم اللي يرفعوا قضيه في المحكمه الرياضيه بحيث ان يستردوا هذا الحق للاعضاء. يعني انا مش شايف مبرر واحد بيقول للي قادم. انا بتكلم دلوقتي الاعضاء اللي خدوا حكم اوريدي، خلاص خدوا حكم قضائي تمام، المنوط بيه ان انا ليا حق التصويت في او في اي جمعيه عموميه انا ليا وجود، انا موجود. هو الحكم بيقول ان انا موجود. تمام، انا موجود تمام. ودلوقتي انا داخل خلاص، حصل ان في قانون رياضه جديد وفي اللجنه الاولمبيه عملت بقى لوائح وبعض التشريعات، فالحكم القضائي اللي انا معايا ده ايه مصيره؟ يعني ما انا بقول لحضرتك، هو دلوقتي انا دلوقتي معايا حكم واللجنه الاولمبيه اتخذت قرارها ما اعرفش على اي اسباب او استندت على ايه، استندت على الله اعلم. لكن انت بتقول لي الاجراء بتاعه ايه؟ يروح فين؟ لا يروح، لازم يروح يقدم تظلم على القرار اللي طلعته اللجنه الاولمبيه، لانها ما بتطلعش قران، ده بتطلع قرار، القرار ده ممكن تتظلم منه وتعترض وتنتقده. هم مطلعين قرار، ما هوش حكم المحكمه مثلا ان انا مثلا في حكم المحكمه في نقض وفي كذا وفي كذا. انت بتكلمني على القديم، انا بقول لك ان هو الاجراء السليم دلوقتي ان لابد ان تبقى في تظلم من هذا القرار ويرفع للمحكمه. يعني اللجنه الاولمبيه ما ردتش الحق لاصحابه، يرفع يلجا للمحكمه يقول للمحكمه ان انا في كذا كذا وان اللجنه الاولمبيه تجاوزت في حق من حقوقي اللي معايا حكم بيه. وان البتاع دي يبتدي المحكمه تشكل لجنه وفي ناس كتير استبعدوا من الترشيح بقرار من اللجنه الاولمبيه والمحكمه رجعته. المحكمه رجعته تشوف الترشيح علي السرجاني في 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 في, في الطايره وفي في في, في السلاح وفي في الانديه ايضا. كان في ناس سامح الشاذلي النهارده طلع له قرار بالعوده لكشوف الناخبين في اتحاد الغوص والانقاص، ما هدول كلهم كان طلع لهم قرارات من اللجنه الاولمبيه بالاستبعاد مصدقين على كلام الاتحادات. فاصبح ان انت طريقك واضح الان وطريق المحكمه الرياضيه واضح، هي بقى مره في مره الناس هتتاخد على موضوع، لان لازم نبعد عن القضاء الاداري ونبعد عن المواضيع القضاء العادي عشان نقدر ندي دفعه للمحكمه الرياضيه. طب استاذ جمال، مين اللي مختص بتنفيذ احكام القضاء بالنسبه للشان الرياضي؟ مش هو وزير الرياضه؟ لا، في القانون الجديد هتبقى اللجنه الاولمبيه. نعم. يعني الوزاره بس هو حضرتك استاذ محمد بالنسبه لموضوع الحكم اللي صدر، لانه صدر من حاجه او من محكمه خارج لجنه المنازعات اللي هي في اللجنه الاولمبيه، ببساطه زي ما قال الاستاذ زغلول يقوم اصحاب القضيه او اصحاب الدعوه القضائيه بالتوجه الى اللجنه الاولمبيه، لو لم تستجيب يبقى لجنه المنازعات او محكمه اللي هي اللي تبع اللجنه الاولمبيه، وياخدوا
نص الحكم اللي هم حصلوا عليه ويقدموه. ببساطة أعتقد إن اللجنة الأولمبية، هنقول اللجنة الأولمبية ممكن يبقى لها وجهة نظر، ممكن تبقى متعنتة، لأن أشخاص يعني هم في النهاية ناس بيحبوا ويكرهوا، انما لجنه المنازعات او اسمها لجنه المنازعات، لا ما ما محكمه فض المنازعات او محكمه فض المنازعات او لجنه whatever الاسم يعني هي دي المختصه، وبعدين كلهم رجال قضاء، فما اعتقدش ان هم في سؤال مهم هنا يا استاذ جمال. دلوقتي انا راجل كلجنه اولمبيه قلت ان انا هعمل لجنه تسويه وكذا وكذا وجبت قضاء، هو انا ليه ما استرشدتش ان انا في ناس اوريدي هيبقى معاهم احكام قضائيه بموجب ان هم هيبقوا عايزين يرجعوا سواء لمناصب سواء ان هو يبقى ياخد حق ان انا اخش ابقى عضو جمعيه عموميه واخش ليا ادلي ابقى اصواتي ولا لا؟ ليه ما من الاول اصلا ما عملتش في تفكير ان انا عندي مشاكل انا بتجنبها بان انا بصدر قانون رياضه وبصدر هذه التشريعات؟ ليه ما عملتش كده من الاول وما استرشدتش حاجه؟ ما ليه الموضوع كده حسينا ان هو دخل دل؟ لا هي القضيه ايه؟ القضيه دلوقتي انه ممكن اللجنه الاولمبيه ما هياش صاحبه مصلحه في تنفيذ حكم قضائي حصل عليه اعضاء نادي الاهلي في شيخ زايد، فواجب على الاعضاء نفسهم والمحامي بتاعهم او المستشار القانوني بتاعهم ان هم ياخدوا هذا الحكم ويتوجهوا بطلب الى اللجنه الاولمبيه، وبعدين لابد ان تكون هناك سرعه في البت لانه الوقت لا يسمح، واساسا المحكمه دي معموله لسرعه البت في القضايا، يعني عشان ما تدخلش في القضاء العادي وتقعد سنين. لا هو معروف ان انتخابات الاهلي يوم كذا لازم يبت فيها 30 نوفمبر اعتقد قبليها بيبت في الموضوع قبلها لازم عشان، وانا متاكد انه هيتم، طبعا ده مش استباق لاحكام اللجنه او كده، لكن انا متاكد ان ده حقهم. انت النهارده كعضو التعاقد اللي بينك وبين النادي كعضو يعني انك كمان من حقك التصويت ومن حقك الترشيح على فكره طبعا. يعني الخطوه القادمه ان الناس دي لازم يقولوا انا اصلا حضرت الفتره اللي انشئ فيها نادي الاهلي مدينه نصر، ويمكن كلنا عشناها، كان ايامها بعض الناس بيطالبوا انه يبقى ان هما ما يدخلوش انتخابات وما ينتخبوش، يعني لا يشاركوا لا في التصويت لا في الانتخاب ولا في الترشيح. اترفضت لسبب، لانه انك تفصلهم وتعتبر ان هما كيان مستقل، تعرف ده معناه ايه؟ معناه انه يبقى لازم لهم إدارة مختلفة ومجلس إدارة مختلف، لكن هو في الأول وفي الآخر الأهلي هو ثلاثة أفرع أصلا. يعني إحنا قعدنا ننتظر القانون اللي هو الولادة المتعسرة اللي قعدنا فيها 200 سنة ندور على القانون، وبالآخر لا ودي كمان اللائحة الاسترشادية ولائحة استرشادية ولائحة، يعني أنا يعني قعدت خدت قطعت شوط طويل في, 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 في هذا الكلام، وقلت يا جدعان وحذرت إن اللي بيحصل ده بيتم عن هوى وما بيتمش بفير وبعداله. استاذ غيول ومعانا استاذ وائل على الهواء. استاذ وائل دلوقتي لازم يعني للاسف لما بتسمع الحاجات ديت واحنا في 2018 وفرحانين قوي ان احنا وصلنا كاس عالم وعملنا انجاز وفرحانين ان احنا بناخد خطوه للامام، وبعدين بتلاقي على الناحيه الثانيه القياده السياسيه بتتكلم في رؤيه 2020 والبلد لازم تمشي للامام، وبتبتدي تعمل استراتيجيات عشان تنهض بدوله محتاجه انها تنهض لان احنا اتاخرنا كتير. ولكن لما نيجي نتكلم في الرياضة المصرية اللي المنوط بيها السيادة المسؤولين اللي موجودين فيها ان هم يرتقوا بمستوى الرياضة المصرية، وكل الكلام اللي كل المشاهدين بلا استثناء ما بيحبوش يسمعوه ومش حابين اصلا يفهموه، لان هو عايز يشوف ميدالية، هو عايز يشوف بطولة، هو ده رجل الشارع العادي مش عايز يشوف اي حاجة من اللي احنا بنتكلم فيه. صح. ولكن الشكل العام والمنظر العام إن المسؤولين في الرياضة المصرية لم يسترشدوا اللوائح جيدا. أنا مش هتكلم على القانون، أنا هتكلم على اللوائح، لم يسترشدوا الناس اللي عندها علم بهذا الأمر، فابتدينا نخش في مشاكل، ابتدينا نخش في لغط، هيأخرنا بدل ما ناخد خطوات كويسة، هيأخرنا كتير، ولا إيه رأيك يا أستاذ جمال؟ ده كلام مظبوط. هو الإنسان العادي، المواطن العادي اللي بيحب الرياضة، ما يعرفش التفاصيل دي. هو زي ما حضرتك قلت كده، هو عايز ميداليه، عايز بطل، عايز توصل كاس عالم بس، لكن دي كلها مشاكل اداريه.
لا تهم الانسان العادي. يعني مثلا لو قلنا اعضاء النادي الاهلي عددهم كذا مثلا 130 140 الف مثلا، جماهير الاهلي قد ايه؟ اضعافا مضاعفه بقى، ملايين الملايين يا فندم، ملايين في كل حته، مئات الملايين في كل مكان. فاذا القصه كلها يجب انه اللجنه الاولمبيه، ما هو ده اللي انا الرجاء بقى، مش الرجاء كمان، ده الشيء اللي انا بقوله، انت عامل قانون رياضه وعامل لائحه استرشاديه وعامل الاجراءات دي كلها ليه؟ مش عشان الاوضاع تبقى افضل؟ ارجو انه المسؤولين في اللجنه الاولمبيه لما يكون عندهم حكم بهذا الشكل ينظروا فيه بشكل جيد جدا. وبعدين عايز اقول حاجه، معنى ان اللجنه الاولمبيه طعنت على هذا الحكم يبقى هي معترفه بالقضاء الاداري. استاذ غلول اصلا يعني برضو هاخد حضرتك لهذا الامر، وحضرتك كنت موجود معايا من قبل، ولكن للاسف ما توقعناه حدث. انا عايز اعمل حاجه للرياضه المصريه، طب ليه ما سالتش من الاول كراجل مسؤول في اللجنه الاولمبيه وجبت وعملت ورشه وجبت فيها القامات الرياضيه وجبت فيها القامات القانونيه وجبت فيها الانديه الكبيره، النادي زي النادي الاهلي، نادي زي نادي الزمالك، الانديه اللي هي عماد منتخب مصر في كل شيء في كل الرياضات. احنا هنا في قناه النادي الاهلي اكيد بننتمي للشعار وننتمي للكيان العظيم نادي القرن، ولكن ليه ما جبتش عملتش ورشه وكل الرياضات، اشوف مثلا عندي نادي الجيش او جهاز الرياضه العسكري كويس في رفع الاذكار او في كذا، وجيت عملت لوائح عشان افيد الناس دي كلها، مش اقعد احطهم في مشاكل. ما هو انا بتكلم على حضرتك، احنا دلوقتي المفروض ان تاجلت الانتخابات دي، تاجلت انتخابات الاتحادات والانديه الرياضيه، وتجمدت الرياضه المصريه لمده عام انتظارا لصدور القرار القانون الجديد الميمون الذي ستحل علينا النعم بصدوره. البركه. النعم حلت الصراحه. انا شايف يعني انا كلمت كتير وكتبت مقالات كتير ان هو لا هو النعم منتظره من هذا القانون، قانون فيه كتير حاجات كتير جدا انا شايف ان هو بالعكس اتحطت يعني مش عايز يعني في الانديه الخاصه هيجي دورها وهتظهر مشاكلها في الفتره اللي جايه دي، والناس اللي دفعت فلوس وتحولت ان الناس اي واحد النادي تبقى عضويته الادويه بتاعته، يعني نادي فيه واحد دافع 150 الف جنيه والادويه بتاعت النادي تلاقيها 50 60 واحد اللي هم الاعضاء المساهمين او الاعضاء طب ما الناس دي بنت النادي منين؟ ما من 150 الف اللي لميتهم من الاعضاء، ده جزء. الجزء الثاني الرياضه المصريه وقفت سنه عشان خاطر القانون وان نعمل كذا، المفروض ان احنا كان عندنا استعدادات لاولمبياد طوكيو 2020 وبنستعد، اللي احنا بنقول للرجل الشارع بينتظر الرياضه المصريه عشان خاطر ان هو يحتفل برفع علم بلاده او اللاعب يحصل على الموقف يكاد يكون متجمد تجمد تام داخل الاتحادات الرياضيه، وقلت ان احنا بيحصل تخليص حقوق داخل الاتحادات الرياضيه مع وضد مجموعة، يعني لو حد ملاحظ ومتابع ومراقب العملية الانتخابية هي تتم على الهوى، وأنا بتكلم كلام ومسؤول عن هذا الكلام، العملية في الاتحادات الرياضية تتم على الهوى، فلان تبع فلان كله في الآخر في النهاية عشان يبقى بردك هو نفس المجلس ونفس اللي بيدير وبنفس اللي بيروحوا السفريات وبنفس اللي المنطق، وفي الآخر النتيجة يا كابتن النتيجة إن إحنا لما بنيجي نحقق إنجاز أوعى تفكر أو حد يفكر إن إحنا بنحقق إنجاز نتيجة تخطيط وإنجاز والكلام الكبير اللي إحنا بنقوله، كله إنجاز محض الصدفة، إحنا بنعملش حاجة وقت ما ده محض الصدفة، تألق لعيب معين في ظروف معينة أو قرعة خدمته في مسابقة من مسابقات أو منحة دراسية أو منحة للخارج منحة دراسية أو يعني إحنا مفيش واحد تقدر تقول لي إن البطل الأولمبي ده لما بتيجي تعده لا، هناك بيتكلف وتكاليف وخطة مدروسة، وإزاي يعني مثلا البنت اللي كانت محققة ميدالية سارة حسنين مثلا في رفع الأثقال، ما هي سقطوها في السنة سارة سمير، يعني أنت لما تيجي تعمل بطل أنت بقى بتشيله من حتة التعليم دي، بتشوف إيه اللي ممكن توفره فيها، تدخله حاجة رياضية، تدخله حاجة لأنه خلاص ده بطل ده عادت السنة عادت السنة وبطلت واعتزلت اللعبة حوالي 8 شهور وقفت برامج إعدادها. ناخد يا أستاذ زغلول من أول كرم جابر يمكن كرم من سعد الحصن لا بقول لحضرتك احنا يعني اوعى تقول لي ان احنا حققنا انجاز نتيجه، واحد يطلع من بتوع الاتحادات ويقول لك ده احنا حققنا الانجاز نتيجه التخطيط العلمي والعبقريه المعمليه و فزه كل الكلام ده كله، ما يعني هي بتيجي
نصيب ولعيب مثلا بيتوفق في قرعه، اللعيبه اللي قابلوا في الدور الاول مثلا مش موفقين، خلاص وصلت بتاع انت حققت الميداليات البرونزيه، شوف احنا صرفنا قد ايه، شوف انت جاي عليك طوكيو وانت عندك موقف اللعيبه بتاعتك ايه، وشوف هقول لك الاتحادات اللي معه والاتحادات اللي ضد، احنا لازم نتكلم ولازم نواجه نفسينا واحنا صوتنا بح في المواضيع دي. الاتحادات اللي مع المجلس بتاخد الدعم بتاعها، الاتحادات الثانيه مش لاقيه تقبض الموظفين اللي عندها ويمارس ضغوط عليها من اجل ان هي ما يسمع الكلام وخلاص. مفروض يسمع، انا بقول لهم اسمعوا الكلام يسمع عشان ياكل عيش. يعني انا شايف ان الوضع بتاعنا وضع هيظهر واظهروا اكتر موقف النادي الاهلي، يعني اصل في حاجات كتير مش موجوده ومش ظاهره في اللوائح، واللوائح دي في حاجات كتير مش ظاهره مش واضحه ومعموله دي صحيح. عشان كذا وكذا، يمكن اللي ظهر اللغط ده موقف النادي الاهلي وانه حب يعمل حاجه في موضوع الجمعيه العموميه وانه يعمل جمعيه عموميه على يومين عشان الفروع وكذا وكذا. واعتقد ان يعني الاهلي التزم بحكم المحكمه، واعتقد واعتقادي ان لو الاهلي صعد الموضوع للمحكمه الدوليه وكذا وكذا هتدي له الحق، لان ده كله شغل. هو انت بتعمل القانون ده عشان فندم الاستاذ خالد زين رئيس لجنه اولمبيه اسبق قال ان النادي الاهلي له حق، اللي هو محمود احمد علي، اللي هو محمود احمد علي. انت بتتكلم، انا بقول لك انت اللجنة الاولمبيه انت كابتن حماده المصري صح. انت لو عضو في اللجنه الاولمبيه وعضو في اللجنه الاولمبيه انت لو صعدت كل الناس اللي على اللجنه الاولمبيه قالوا النادي الاهلي له حق. شوفوا الاهلي اراضي، شوفهم فين دلوقتي يعني الاهلي على جمال، شوفهم فين الاسماء اللي حضرتك الاهلي الراجل امبارح خالد زين بره الدور العضو بتاع البحر المتوسط. المهندس هشام حطب كسب منصب نائب رئيس اتحاد ده، كان في اثنين مصريين مترشحين فيه احنا كنا بننافس بعض. خالد زين قبل كده كان معاه الدكتور حسن مصطفى البحر المتوسط اللي هو كان بطوله الدوري الاداء البحر المتوسط ده اللي منظم ده اللجنه البحر المتوسط. لا هو السؤال بقى الواضح اللي لازم نوجهه مباشره معلش يا فندم معلش دي نقطه مهمه يعني هو كسب ليه؟ ما لا ده انتخابات يعني ايه الانجازات؟ يعني ايه السي في قوي اللي هو ده هي الدوله اللي هو عمل لائحه الاسترشاديه؟ لا 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 طبعا ده كان معاه فريق عمل لا طبعا طبعا باعتبار ان هو رئيس اللجنه الاولمبيه الحالي فطبيعي يا فندم ايه الانجازات وهو رئيس اللجنه الاولمبيه احنا خدنا ايه يعني عشان معلش برضه انا لازم افهم برضه لا دي مالهاش علاقه بالانجازات دي بركات بركات ان هو رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه فبالتالي بياخد دعم على طول الدولة يعني الدول البحر المتوسط اللي هي فيها فرنسا وفيها طبعا اوروبا اليونان وفيها لا وانت كان عندك اسبانيا وفيها ايطاليا كل دول لا 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 بيبقى انت كان عندك عضو وانت دخلت مكانه مكانه عضو هو كان قبل كده خالد زين مستشار خالد زين وبحكم برضه وجوده رئيس لجنه اولمبيه يعني رئيس لجنه اولمبيه ويمكن من قبل كده من قبل ما يبقى رئيس اللجنه الاولمبيه كان هو له برضه علاقات وبتاع واللجنه الاولمبيه رشحته هي في حاجات كتير وفي سؤال بس اللي هو بقى عشان نحسم قضيه اللائحه الاسترشاديه خلاص ما هو الاهلي قال تعظيم سلامه هنطبقها السؤال بقى مين اللي قال اللي الناس اللي بيعملوا اللائحه الاسترشاديه ان عضو الفرع اقل من عضو الاصل مين بقى يعني ما هو انت عشان تحط الشرط ده لازم تكون عملت استطلاع راي للانديه مش كده ولا ايه؟ ما هي مش كل الانديه في مصر لها فروع. عدد الانديه اللي لها فروع في مصر يعني على اصابع اليد الواحده، خمس ست انديه، سبع انديه. هل الانديه دي وهي صاحبه القرار في هذا الامر هل انت واخد موافقتهم وانت بتعمل اللائحه الاسترشاديه؟ هو ما خدش موافقتها اصلا لا ما هي الاجابه بقى يسترشد اللائحه الاسترشاديه ما هو استرشاديه يعني وانتوا اساتذتنا أيوة اساتذتنا في الصحافه وفي اللغه في كل شيء ربنا يخليك والواحد بقى بياخد باله وبيركز عشان الكلام يطلع صح عشان موجودين يعني استرشاديه ده معناه ان انا بسال طبعا بسترشد لو بيحط هو بيحط لك لبوسك القرار الصح لا انا استرشد يا استاذ يا كابتن محمد انا احط يا استاذ غلول بند يخص اعضاء الفروع هحطه ازاي البند ده؟ مش لازم اسال؟ الانديه اللي لها فروع انتوا رايكم ايه يا جماعه؟ ها؟ طب الفرع اللي هو ما هو ساعات احنا نيجي نقول ايه؟ اهلي الجزيره واهلي مدينه نصر نادي واحد بس مش معاهم نادي اهلي الشيخ زايد ازاي؟ طب ما هو ايه المنطق اللي بيحكم دي بيخليه
جزء من النادي ها، والمنطق اللي بيقول الجزء الثاني ده مش من النادي. هو حاطط القانون، هو حاطط اللائحه الاسترشاديه دي على اساس ان هو بيقول لك ان انت دي استرشد بيها، وانت تعمل جمعيه عموميه بتاعتك تحط بقى زي ما انت عايز. تمام، تحط فيها زي ما انت عايز. ما هي دي مفهومه. يعني انت حط فيها زي ما انت عايز. ده مش عاجبك بعد الانتخابات؟ لا، قبل كان، ما هو في ناس شغاله على اللائحه بتاعتها. في ناس اللي كملت الجمعيه العموميه. لا، ما انا اصلا انا متجاوز الازمه اللي حصلت بين الاهلي. لكن هو بص من الاول هو عارف ان من الاول وصعب الموضوع، وقال لك اللي فوق 100,000 يبقى 12,000 ونص. هو عارف الموضوع، وعارف ان عشان انت جمعيه عموميه ولسه الاعضاء عندنا في مصر ويروحوا جمعيه عموميه ما فيهاش انتخابات، فبتلاقي الاعداد قليله وبتلاقي الناس متكاسله وتلاقي كذا. فهو عارف من الاول ان انت مش هتكملها في يوم، فبالتالي حط لك العقده قبل من شهر. والفرع، ومين ليه فروع في مصر؟ كم نادي كم نادي ليه فرع في مصر؟ ما احنا لازم نسال نفسنا السؤال، يعني كم نادي ليه فرع في مصر عشان احط البند ده واصمم واصمم عليه؟ انت بالك. فهي انا عارف من الاول ان انا الزمتك ب 12,000 ونص. وارجع تاني، عارف نادي الزهور في التجمع الخامس لا يشارك في الانتخابات في الجمعيه العموميه؟ خدوا قرار محكمه هم كمان. ايوه، ما هل لا يشارك؟ لا يشارك. ما انت هيطبق عليه نفس ال ما هو هنا بقى اللي انا عايز اقوله، ايه الفرق بين اهلي مدينه نصر واهلي الشيخ زايد؟ ولا ايه بس؟ يعني هل المسافه اللي ما بين اهلي الجزيره واهلي مدينه نصر ده نطاق ارض التابعه للنادي الاهلي؟ انا دلوقتي والحته الثانيه دي لا. خلينا بس ايه نجمع. انا يعني بس بقى يعني دي نقطه مهمه جدا، لان دلوقتي النادي الاهلي زي ما حضرتك قلت وزي ما استاذ زغلول قال، ان هيبتدي عشان الدنيا تمشي هيخش الانتخابات بموجب اللائحه الاسترشاديه. طبعا. طب ما هو 30 يوم 28 لو المحكمة أيدت اللجنة الأولمبية ماذا استفاد؟ لازم توافق. طالما هقول لحضرتك ليه؟ طالما اللجنة الأولمبية لجأت للطعن على حكم محكمة اللي هو اللي صدر الأولاني ده بتاع القضاء الإداري، لازم إجباري لازم تنفذ. أنا بقول كده. ما هو أنت لو اللجنة الأولمبية غير معترفة بحكم المحكمة ده يبقى موضوع تاني. لكن لو هي بمعنى ان هي قدمت طعن يبقى معترفه باهميه الحكم، صح ولا ايه؟ احنا مدين عمالين نقول اللجنه الاولمبيه. اللجنه الاولمبيه يعني زينا كده، ما يعني عايزين طيبه يعني. يعني يعني اقول مين اللي يعني القصه كلها. لا، اللجنه الاولمبيه مش صاحبه موقف مع النادي الاهلي. والله ما ليه ده، هم الناس يعني يعني هم مش بس انا عايز برضه اقول بس عايزين نعرف. لا هم طيبين وكويسين ولاد حلال. هم ناس طيبين. ناس طيبين. خد بالك حضرتك، بس انا متاكد. والمهندس هشام حطب. لا انا متاكد ان الوزير برضه عشان يعني انا ما جبناش سيره الوزير وزير الشباب والرياضه. انا شايف ان هو ملوش، ده وجهه نظري الشخصيه، ملوش مصلحه خاصه ان هو يعمل كده، بدليل ان هو برضه وجود المجلس واستمراره. طب معلش يا فندم، انا هنا ليه؟ انا كوزير الرياضه وعندي مشكله مع النادي الاهلي، اكبر منظومه رياضيه عندي. تمام. في البلد. تمام. منظومه بتجيب لي بطولات والى ذلك. مزبوط. وشايف ان في الى حد ما خلاف في بعض اللوائح مع لجنه من اللجان اللي انا بتعامل معاها بصفتي ان انا وزير الرياضه المصريه. لازم اقعد واجيب هنا واجيب هذا الطرف وهذا الطرف واوفق الامور في صالح الرياضه المصريه، وهذا ما اطالب به الان. شوف بقى، يعني تعقيبا على كلامك ده، انا بقول ان برضو ساعات بتبقى في امور. خليك معايا يا استاذ جمال، بس انا عايز اسالك سؤال بس سريعا عشان الوقت. يعني هو المهندس هشام حاتم عنده مشكله مع النادي الاهلي؟ يعني هل في مشكله سابقه او في حاجه قديمه مثلا بين الاثنين مثلا؟ التعارض غير منطقي ولا منافسه يعني؟ خدت بالك؟ طب نسال نفسينا ان يعني المعنى بطل الشعب. عشان كده بنقول برضو انا بضم صوتي لصوت حضرتك، انه وزير الشباب والرياضه المهندس خالد عبيد يقدر يتكلم في الموضوع. انا ما بقولش انه حتى لو بشكل رسمي، لكن على الاقل زي ما حضرتك بتقول يستطيع ان يتدخل استاذ الكبير استاذ جمال الزهيري. اشكر حضرتك شكرا جزيلا. استاذ زغلول صيام، اشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا نورتني. شكرا. يعني مشاهدينا خلاص وصلنا يوم 28 في حكم محكمه. حكم المحكمه دوت هيترتب عليه العديد من الامور. نتمنى الصالح لمستقبل الرياضه المصريه ومستقبل النادي الاهلي. لسه مستمرين مع حضراتكم مع استاد الاهلي. ما تروحوش بعيد، نادي الاهلي حديث.